سبحان الذي أسرى بخير ضياء، أسرى بنور محمد الوضاء، في ليلة قدسية أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فك الله أسره. صلى النبي إماما فهو سيد الشفعاء، صلى بالأنبياء جميعا فهو سيد الأنبياء. رأى من الآيات ما تتعجب منه الأذهان والعقول والأفهام، إنها كانت أعظم ليلة، ليلة جبر الله فيها خاطر سيدنا ونبينا محمد، ففيها وصل إلى سدرة المنتهى في مكان لا يرتقي إليه أحد ولم يرتقي إليه أحد إلا محمد، جسدا وروحا فهو النبي العدنان. فيها رأى نور الرحمن. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج اللي ببدأ بيها مع حضراتكم، على أدق التواريخ مع اختلاف العلماء شرقا وغربا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ويدعون أنها ليلة 27 من شهر الله رجب. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب تكون سنة وعام سعيد طيب مبارك على أهلنا وناسنا. أنا النهاردة بتشرف في مكالمة هاتفية مع الأستاذ الدكتور عطية لاشين من كبار علماء الأزهر الشريف. ألو؟ ألو؟ يا دكتورنا الغالي الكبير، أمورك ربنا يبارك في حضرتك، منورنا يا دكتور عطية. الله يكرمك ويعزك يا رب. ويزيد النور في ذكرى الحبيب في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، فهي ليلة كان فيها النور عظيم. على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن نستمد الأنوار منه بفضل الله عز وجل من الوحي الكريم. نعم. احنا نعم. يعني نتشرف بان معانا الاستاذ الدكتور عطية لاشين، يعني سوف ان شاء الله يمتعنا و يتحدث معنا عن هذه الليلة العظيمة. تفضل يا دكتورنا الغالي. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. فإن حديثي عن هذه الليلة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليمات عليه الصلاة والسلام يتضمن عدة رسائل. الرسالة الأولى يقول فيها الشاعر: يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت طاهرا ومطهرا، وكلاهما نور وروحانية وبهاء. عليه الصلاة والسلام.
تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. فضل عليك بذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. والمعنى العام لهذه الأبيات يرد على من قال إن الإسراء كان رؤية منامية، ويرد على من قال إن الإسراء كان بالروح فقط دون الجسد. فيقول القائل بهما سموت طاهرا ومطهرا، بهما عليه الصلاة والسلام أي بالروح والجسد. نعم، سموت طاهرا ومطهرا، وكلاهما أي روح سيدنا النبي وجسده نور وروحانية وبهاء عليه الصلاة والسلام. ومن قبل ذلك يستهل الله حديثه عن رحلة الإسراء الأرضية قائلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبده لا يكون العبد عبدا إلا بالروح والجسد. فقول الله أسرى بعبده يرد على كل دعوة يأتفكها الأفاكون، ويتخرصها الخراصون، ويتقولها القوالون، بأن الإسراء والمعراج لم تكن روحا وجسدا. فيرد الله عليهم قائلا: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. الرسالة الثانية يا سعادة المستشار وائل، الله يكرمك، أنني استمعت إليك وأنت تقدم للكلمة بأن العلماء مختلفون في التاريخ الذي حصلت فيه هذه الرحلة المباركة. نعم. وأنا أقول لا عبرة بهذا الاختلاف، وإنما العبرة بوقوعها وحدوثها، وقد وقعت وحدثت وحصلت. نعم نعم نعم. كونها حصلت ووقعت وتمت يوم كذا أو يوم كذا أو يوم كذا، من غاص في هذه المعاني كان كمن يتساءل على لون أصحاب الكلب أصحاب الكهف، هل كان أبيض أو كان أسود أو كان أو كان. نعم. ذلك كله تعنت وتشدد وتشدق لا طائل من ورائه، الذي يعنيني أن الحدث وقع. نعم. ولا يعنيني التاريخ، والحدث وقع. نعم وقع، بقول الله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالذي أخبرنا عن وقوع الحدث إنما هو الله عز وجل. تمام. وإذا أخبر الله عن شيء فهو واقع حتما لا محالة ولا ريب. تمام. الرسالة الثالثة التي تتضمنها مداخلتي في هذه الليلة تعني علو ورفعة ومنزلة ودرجة سيدنا محمد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأنها درجة لا تدنوها ولا تصل إليها أي درجة لأي نبي أو ولي صالح أو عبد صائع. تمام. إذ أن سيدنا محمد رسول الله ظل يتنقل ويعرج ويصعد من سماء إلى سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، حتى وصل إلى مكان تسمع فيه تصاريف الأقدار وخرير الأقلام. تمام. وهذا مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب سوى الحبيب سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم يا أمة الإسلام نبيكم مكرم، نبيكم مرفوع الدرجة، نبيكم مقرب المنزلة، نبيكم سامي المكانة عند الله،
فينبغي أن تنهضوا بأنفسكم وتدللوا على أنكم من أمة النبي المكرم، وتعملوا من الصالحات ما ترفعون به درجات عند رب الأرض ورافع السماوات، لأن الله أكرم نبيكم وهو حري أن يكرمكم إذا امتثلتم شرعه ونفذتم أمره واجتنبتم نواهيه. ويطيب لي أن أستدل على هذه الرسالة بقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم يبين الله أسباب الخيرية وحيثياتها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرسالة الأخيرة لكي لا أطيل عليك يا إعلامينا العظيم والكبير، هي منزلة الصلاة في الإسلام، الذي يقول فيها القائل: ألا إن في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الأرقاب لله تخضع، وأول فرض في شريعة ديننا وآخر ما يبقى إذ الدين يرفع، فمن قام للتكبير لاقته رحمة، وكان كعبد باب مولاه يقرع، فيا طوبى له حين يلقاه نجيا، ويا طوبى له حين يخشع. هذه الصلاة تختلف عن سائر أركان الإسلام بأنها فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، ولا يعني ذلك أنه لم تكن ثمة صلاة قبل هذه الرحلة، بل كانت ثمة صلاة قالت عنها وحدثتنا بشأنها سيدتنا عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في مبدأ الأمر، ثم في الفرض النهائي والمرحلة النهائية من مراحل تدرج فرضية الصلاة، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. ذلك كان في رحلة الإسراء والمعراج، حيث فرضت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، وكانت من قبل ركعتين ركعتين، فلا تفرط في هذه الفريضة السماوية التي هي أطول عمر في شريعة الإسلام من بقية أركان الإسلام الأخرى. هذا ما يتضمنه الرسالة الأخيرة، أن هذه الليلة ندعو الله فيها كما غسل فيها أحزان وهموم وغموم سيدنا محمد وسر عنه وكشف عنه ما به من هموم. أسأل الله أن يكشف هذه الهموم والأحزان والبلاء عن أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا دكتورنا الغالي، حضرتك يعني وجهت لنا بعض الرسالات لهذه الليلة العظيمة، وإحنا شاكرين لحضرتك. طيب الدكتور، طيب ما فيش مشاكل. طيب دكتور عطية قال لنا الرسائل مشكورا، وتوجه يعني إلى مقامه، ربنا يبارك فيه ويخليه لنا ويبارك لنا فيه. دكتور عطية من العلماء الأفاضل الأجلاء، من كبار علماء الأزهر الشريف، أنا بشكره على الرسالة الجميلة في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة من أفضل الليالي على الإطلاق، لأن في الليلة دي يا جماعة سيدنا النبي ربنا جبر خطره جبرا يليق بجلال وجمال المولى سبحانه وتعالى، ويليق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة دي سيدنا النبي صعد إلى أعلى مكان وإلى سدرة المنتهى، في مكان لا يسمع فيه أحد، في لقاء
مع الخالق. ربنا رب العزة استضافه في هذا المكان وارتقى إلى هذا المرتقى لدرجة أن سيدنا جبريل عليه السلام الملك الموكل بأن هو يأتي به من الأرض إلى السماء جه عند النقطة دي ووقف ما تحركش. قال له ما أقدرش أتحرك هنا، هذا لا يليق إلا لمن اختاره الله عز وجل وهو النبي محمد جسدا وروحا، زي ما الأستاذ الدكتور عطية قال لنا فعلا جسدا وروحا. اوعى تتشكك في هذا الأمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي في نقطة جوهرية جدا جميلة قوي، ليه النبي ما صعدش من المسجد الحرام على طول؟ ما خدتش بالك من النقطة دي؟ ما خدتش بالك من النقطة دي؟ نقطة جوهرية جدا ونقطة خطيرة، نقطة جوهرية لازم تنتبه ليها. مش كان النبي ممكن رب العزة سبحانه وتعالى وهو ملك هذا الكون والمتصرف فيه ومتولي أمورنا وهو خالقنا، ليه ما خلاهوش يصعد من مكة على طول إلى السماوات العلى؟ ليه خلاه يروح المسجد الأقصى؟ في كذا مشهد في الموضوع ده، أنا هقول لكم مشهد واحد بس لكن المشاهد كتير. من ضمن المشاهد دي اللي لازم نتفهمها ونتبينها عظيم وأهمية هذا الحرم المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك، فك الله كربه وأسره يا رب العالمين. فيروح سيدنا النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويصلي بالأنبياء في المسجد الأقصى إماماً. ده موضوع بقى، ده انتقال ولاية العالم وراية الإمامة من هذا المكان من المسجد الأقصى. مش عايز أطول على حضراتكم ولكن عايز أقول لكم لازم نعرف أهمية المسجد الأقصى ونعرفه لأولادنا اللي طالعين الصغيرين دول، نعرفهم إن ده مسجد قدسي له قدسيته زيه زي الكعبة، زيه زي الكعبة الشريفة، أولى القبلتين ومصر النبي الهادي وثالث الحرمين. مش هطول على حضراتكم وأنتقل بكم إلى مشهد آخر، مشهد مهم جدا في بلدنا الحبيب. الشباب بيقولوا من الجمل الجميلة قوي اللي عجبتني اللي ضحكتني شوية اللي أنا يعني هقول لكم على دلالتها إيه اللي بيحصل. الشباب بيقولوا في مصر ما ينفعش تخطط لمستقبلك، ما ينفعش تصحى من النوم تخطط لمستقبلك، أنت تصحى من النوم الأول وتشوف الكلام على إيه وتظبط أمورك. ده كلام الشباب في مصر. أنا معاهم، الأمور لسه بنبني بلد وبنحاول نساعد وبنحاول نطور قرى وحياة كريمة، أنا معاكم وأنا مش ضدكم، بس محتاج بارقة أمل. بس عايز أقول لكم على حاجة برضو مزعلاني، في نهضة في الطرق، فعلا أنا معاكم في نهضة بتحدث في الطرق السريعة والطرق البطيئة، وعندنا وزارة نقل فعلا بتهتم بالطرق وبتهتم بالسائقين وبتجدد الطرق وبتعمل منظومة كبيرة فعلا، بس للأسف 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 بتحدث حوادث في بعض الطرق مؤلمة نتيجة إهمال، نتيجة إن إصلاحات. بس في حاجة حصلت الأسبوع اللي فات يوم الجمعة اللي فاتت، حاجة مؤلمة صراحة، حادثة القريمات
على طريق الكريمات في طريق الصعيد عند محافظة بني سويف حدثت حادثة مؤلمة بسبب إصلاحات الطريق اللي بقالها سنة. أنا بوجه عناية السيد الوزير المحترم كامل الوزير، وهو مش محتاج إن أنا أوجه عنايته لأنه هو يعني اللي أنا شايفه إن هو يعني شايف شغله كويس قوي، بس في بعض النقاط يعني بيعول عليها. طبعا بسبب هذه الحادثة يا جماعة توفى الله عز وجل 20 شهيد على الطريق. أنا النهاردة قبل ما أوضح لحضراتكم الحادثة معايا ابن أحد الشهداء اللي توفاهم الله على هذا الطريق، معايا الأستاذ حمادة كمال عبد الحميد، صح كده؟ ألو؟ يا أستاذ حمادة. أيوه. البقاء لله، البقاء لله يا حبيبي. نعم بالله، نعم بالله. أنا يعني مش عارف يعني أعزيك ولا أعزي نفسي، بس أنا يكفيني إن مصر كلها حزينة على هذه الحادثة، وحزينة على يعني إخواتنا وأهلنا اللي توفاهم الله في هذه الحادثة المؤلمة. كنت عايز أسمع من حضرتك الحادثة حصلت إزاي؟ حسب معلوماتي إن إخواتنا اللي توفاهم الله دول عايشين في مصر. أيوة حضرتك عايشين في مصر. طيب انا عايزك بس تهدى كده ويعني وتمسك دموعك، ومحتاج منك اسمع يعني. انا عارف ان والدك طبعا يعني الحاج كمال عبد الحميد من الناس المحترمه، من ابائنا الافاضل في قريه بني محمد، واللي كان يعني يقال عليه اللي هو شيخ عرب، كان بيصلح ما بين الناس وكان ليه كلمه مسموعه وكان ما بيعاديش حد، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. أنا محتاج أسمع من حضرتك القصة، يعني هم سافروا كلهم في عربية واحدة ليه؟ وكانوا جايين من البلد، إيه القصة يعني؟ حضرتك كان معايا عمتي برضو كانت في البلد، كانت متوفية. بقاء لله يا حبيبي، بقاء لله. دفنوا وخدوا العزاء وجم وهم راجعين. 11 فرد من عيلة واحدة توفوا لرحمة الله. الله يرحمهم رحمة واسعة. بقاء لله يا حبيبي، شد حيلك شد حيلك، وانتوا يعني ان شاء الله ربنا يأجركم خير. وخلي بالك الابتلاء العظيم ده بيبقى ربنا بيديه للناس اللي تستاهله، الناس اللي تقدر تستحمل، فربنا يرحمهم رحمة واسعة. واظن يعني ولا يختلف مع احد ان هم شهداء، لان هم على طريق في يوم جمعة في شهر رجب المبارك، وعلى طريق سفر، وكانوا بيأدوا واجب عبادة. الله يرحمهم استاذ، اللهم ارحمهم رحمه واسعه يا رب العالمين. كمل حضرتك. كانوا راجعين وتمام مفيش اي حاجه، وكلمتنا قبلها بيوم. يعني هم كانوا بيؤدوا واجب العزاء في اخت الحاج كمال. بالظبط حضرتك بالظبط. تمام رحمه الله عليهم. بس وراجعين بقى اللي حصل. كان التليفون في حادثه فما عرفناش نوصل لهم اصلا. لا اله الا الله. نفتح عليهم بس فين مش عارفين، عقبال لما ربنا كرمنا بواحد اتصل بينا قال على طريق الكريمات. معلش معلش. رحنا لقينا ناس هنا وناس هنا، واخر بهدله. العربيه كانت حالتها ايه يا حماد؟ العربيه حالتها عجينه خالص حضرتك، العربيه متدمره. العربيه متدمره. طيب بعيدا عن السياره يعني انا عايز افهم المشهد، كان هو اتجاه واحد ولا الطريق كان ايه؟ ايه قصه الطريق نفسه؟ الطريق نفسه حضرتك المفروض ان هم بيصلحوا في طريق تاني. انا عايزك توصل رساله للمسؤولين يتصرفوا، ده طريق سفر. تمام. وارواح ماشيه عليه، كل يوم ارواح ماشيه عليه. يا ريت نعرض مشاهد الجنازه يا جماعه، يا ريت الاستاذ وليد يعرض لنا مشاهد الجنازه، مشاهد الجنازه. اتفضل يا استاذ حماد. كل يوم ناس بتسافر، بشر بيروح وبشر بيجي. في حوادث حدثت على الطريق ده يا حماده صح قبل كده؟ وفي حادثه حصلت امبارح، حادثه حصلت تاني امبارح. تاني امبارح عروسه، حادثه حصلت تاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. والطريق ده على كده ومش هينفع، ارواح رايحه وجايه مش هينفع يا استاذ وائل. وجه الكلام ده للمسؤولين. حاضر. صلحوا الطريق. حاضر. والله العظيم اللي بيحصل ده غلط. طب هو السواق اللي كان في المقابل كان سكران ولا حاجه؟ كان شارب حاجه؟ انا السواق اللي هو بتاع العربيه التريلا لازم يحاكموه.
يحاكموه. هي هما دخل هي التريلا دخلت في الميكروباص، دخلت في الميكروباص عشان بيفادي عربيه قدام منه ماشي على سرعه، لازم يفاديها. راح على الجنب التاني، راح الجنب التاني. طب هو كان هما كانوا مشغلين فرده من الطريق وسايبين فرده تانية يعني؟ المفروض ان هما شغالين فرده وسايبين فرده شغال على الرايح واللي جاي. وطبعا السواقين واخدين سرعتهم، ماشي ماشي على سرعه. ماشي على سرعه حضرتك، وما ينفعش، ده طريق، ده طريق عام، ما ينفعش امشي على سرعه عربيه تريلا زي دي. الاسره الكريمه عندكم رحمه الله عليهم كم واحد توفى يا حماده؟ 11 فرد من بيت واحد، 11 فرد. ممكن تقولهم لي كده يا حماده؟ معلش سامحني. والد حضرتك؟ والد حضرتي، ايوه، ومراته، والدتك، واختي، وعمتي، اتنين عماتي، وبنت عمتي، وبنتها الصغيره. في اطفال توفوا في الحادث؟ اطفال، في اطفال، ومرات ابن عمتي، وبنت وابنه، وابن عمتي، ابن عم مراته، وابنها، وبنتها. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، بقاء لله، بقاء لله، لا اله الا الله. انا يعني انا لما رحت الجنازه يا جماعه، وكان يعني شفتها جنازه مهيبه، جنازه عظيمه، يعني رحمه الله عليهم شهداء عند ربنا ان شاء الله نحتسبهم شهداء، لانهم كانوا على سفر وفي عباده، ويعني ربنا جوركم خير يا استاذ حماده، وعزائنا يعني، وعظم الله اجركم جميعا. انا برجو المسؤولين بس حاضر، الطريق تاني عشان كده مش هينفع، حاضر، والله ما ينفع، حاضر، كل يوم حاضر، اروح حاضر، بتروح، حرام حاضر، حرام والله حرام. حاضر حاضر حاضر، ربنا يرحمهم يا رب، يا رب يا رب يرحمهم رحمه واسعه، رحمه واسعه. انا عارف ان الحدث والمصاب اليم، ربنا ياجركم خير ان شاء الله، وعزائنا لاخواتك ولاخواتك وللاهل الباقين في العيله الكريمه، ما لا املك ان انا اقول غير البقاء لله، وربنا يعني يعظم اجركم ويصبركم يا رب العالمين يا رب، من عنده يا رب والنبي ان شاء الله، يا رب ان شاء الله، ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يجعلكم جميعا من اهل. انا متشكر لحضرتك على ان انت يعني دخلت معانا المداخله الكريمه دي، وعزائنا لاهلنا قريه بني محمد. تمام، بعد اذنك يا استاذ وائل. حاضر، اتفضل. تحللوا من السواق، السواق يحللوا له، السواق تحليل. اكيد اكيد. على فكره النيابه العامه خلي بالك يعني لا تغفل في هذه الامور يا رب. يعني خلي بالك. انا معاك، انا معاك في ده، انا معاك ان شاء الله. هنتابع مع حضرتك اللي هم حللوا للسواق، لا بس انا واثق، لان النيابه العامه ما بتغفلش في الامور اللي زي دي، واخد بال حضرتك؟ وان شاء الله يعني ربنا يصلح الحال والطريق يتعدل، وعزائنا عزائنا ان هم شهداء، فاقبل مني ومن اسره القناه ومن مصر كلها، وعلى راسهم شيخ الازهر الجليل، يعني ان هو عزاكم في مصابكم الاليم، يعني اسال ربنا سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بعظيم رحمته ويغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وانا بشكر الشكر لكل من هو جانا العزاء. حاضر. والرئيس وكل الناس، بشكر لهم حضراتهم. شاكرين 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 يا استاذ حماده، واسفين ان احنا يعني قلبنا عليك المواجع، يعني ربنا يرحمهم جميعا يا رب يرحمهم. عزائنا للاسره الكريمه. حادث أليم يا جماعة، حادث صعب أقول عليه، يعني إن هو حادثة عادية، مش حادثة عادية، دي حادثة بتعبر عن واقع مصر. طريق ناس ماشيين عليه، طريق السرعة فيه مفتوحة، طريق من طرق الهامة اللي بتودي لمحافظات مصر في الصعيد، الصعيد اخواتنا في الصعيد زعلانين، واحنا معاهم، محتاجين نهتم شوية بالطرق، محتاجين ناخد بالنا من اهلنا، محتاجين ما نشوفش المشاهد دي عشان ما نتألمش، عشان ما نسمعش حزن ودموع واحد زي حمادة واخواته، واحد توفى الله عز وجل، أسأل ربنا يرحمهم، والده، والدته، أخته، عماته الاتنين، وأطفال، أحفاد الحاج كمال عبد الحميد رحمة الله عليه، وأهله
الكرام، أنا بعزي أهلنا في قرية بني محمد، المرونة الأشراف من آل بيت رسول الله، للي الناس ما تعرفوش، الناس اللي توفاهم الله دول من آل بيت رسول الله، من الأشراف، زيهم زي أي مصري، ولكن يعني إحنا بنقول إن يعني إذا كان النسب إلى سيدنا رسول الله فدي حاجة من الحاجات المحببة أو اللي فضل من ربنا عليك، هي لا 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 فضل لعربين على عجمي إلا بالتقوى، ولكن يعني محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبلوا منا ومن أسرة القناة عظيم العزاء، وعظم الله أجركم، أهلنا في بني محمد وفي شارع بني محمد ولأهلنا كلهم في إمبابة، نسأل ربنا أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نيجي بقى لموضوع برضو من ضمن الحاجات اللي على السوشيال ميديا وانتشرت انتشار النار في الهشيم امبارح. طبعا احنا مش هنعرض الفيديو عشان احنا ملناش في قلة الأدب ولا اي حد ليه في قلة الأدب، واليوتيوب كده بيمنع الفيديوهات دي. المتحرش بتاع المعادي، شاب محاسب، دخلوا على الأكاونت بتاعه في الفيسبوك لقوه متصور مع الكعبة، يعني متدين زار سيدنا النبي. لقوا محاسب مشرف أمن في شركة محترمة، شركة مقاولات، عنده أولاد، شكله رزين، لابس بدلة، واخد بال حضرتك؟ فاللي يقول لي إن اللي هو تحرش بالطفلة، مصر كلها شافت المنظر وشافت الموضوع، ولولا الكاميرات، واحنا بنطالب بتعميم الكاميرات في كل شوارع مصر، لازم الكاميرات تبقى موجودة في كل مكان. اي واحد بيرخص محل النهاردة يحط كاميرات، اي واحد عنده كوافير يحط كاميرات، اي منفذ، اي مول، اي مكان، اي شارع يا جماعة، ده هيساعد على سرعة القبض على المجرم المعتدي، ايا كان المجرم، سواء كان متحرش ولا قليل الأدب ولا سافل ولا مجرم ولا سارق ولا قاتل. الكاميرات يا جماعة النهاردة بتساعد إخواتنا في الداخلية، اللي أنا بشكرهم اللي هم يعني توجهوا بقوة غاشمة، قوة كبيرة، وراحوا قبضوا على المتحرش ده في نفس الليلة بعد ما الفيديو نزل على السوشيال ميديا. وأنا بشكر السوشيال ميديا لأن هي فعلاً هي اللي بتساعد دلوقتي على وصول حقوق الناس بسرعة. من ضمن المشاهد الكريمة للسوشيال ميديا والمواقع ان هي بتساعد على القبض على المجرمين بسرعة. وبشكر الدكتورة هند، الدكتورة انجي، بشكر الدكتورة انجي سامي وانا على الهوى، الدكتورة اللي ساعدت ولحقت البنت قبل ما يتم فعل الفاحشة بيها من المتحرش ده. ربنا يعافينا ويعافيكم. أنا مش عارف أقول عليه، أقول عليه هل تقولولي المتحرش سببه إيه؟ في ناس هتقولي قلة الدين، هقول لكم مش ماشية، ده متصور عند الكعبة. هتقولولي قلة فلوس، هقول لكم ده مقتدر. هتقولولي محاسن المرأة، أصل هو بيشوف، طب دي طفلة صغيرة. هتقولوا لي عشوائيات، هقول لكم ده ساكن في المعادي، انا مش لاقي حاجه اقولها. ولكن عايز اقول، ويا ريت تنتبهوا معايا في الموضوع ده، انا فرحان باخواتي في الشرطه المصريه اللي راحوا قبضوا عليه وجابوه من جحره، هو كان هربان على فكره. طيب ليه بقى ما نشوفش الاطفال اللي في الشوارع دول؟ ما هي دي طفله من اطفال الشوارع، خلي بالك، دي طفله كانت بتبيع مناديل، هو استغل إن هي محتاجة، واخد بال حضرتك؟ قال لها تعالى اديك جنيه ولا تعالى اديك 5 جنيه. فالبنت طبعا ايه، راحت رايحة عاوزة عيني جنيه بقى، ويعني فقيرة. وخلي بالك برضو، ارجع واقول وخلي بالك، ويا ريت تفتحوا لي الهوا، اساتذتنا في الاستوديو معايا يفتحوا لي الهوا على موضوع التشتت الاسري،
والخلل الاسري اللي احنا بنعيشه. هو النهارده لو مفيش خلل اسري هيبقى في اطفال شوارع؟ مش هيبقى في اطفال شوارع. مش هيبقى في بنت زي دي طفله بريئه يتم الاعتداء عليها. حاجه تحزن. انا فرحان طبعا بان يعني الشرطه اسرعت وقبضت عليه، لكن عايز اقول ليه ما نبصش للمنبع؟ تنظيف المنابع وقايه. اقفل المنبع. فين المنبع؟ الخلل الاسري. في خلل اسري، اصل هي طالبه الطلاق عايزه تتطلق. ليه؟ مش مستحمله العيشه. معلش استحملي شويه. اصل هي هتاخد النفقه وهتحبسه وهتذله. يا رب استرها علينا. سامحوني لو قلت الرجاله النهارده محتاجين مجلس قومي للرجاله، مجلس قومي للرجل. زي ما في مجلس قومي للمراه يبقى في مجلس قومي للرجل. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ليه. القوانين النهارده كلها بتسعى لرفعه المراه. ماشي، انا مش ماشي، المراه كائن ضعيف، كائن يعني اسير عند الرجل، لا يملك شيء. ماشي، بس مش كل الستات كده. في ستات قادره، في ستات ما بترحمش. النهارده البنت اللي شفناها دي الصغيره اللي تحرش بيها الوقح ده، ايه سببه؟ تشتت اسري. لو في مداخلات يا جماعه دخلوا لي الناس، شوف موضوع المجلس القومي للرجاله ده، نشوف كده مع بعض ايه اللي بيحصل في الشارع. لو مفيش اطفال شوارع مش هيبقى في خلل اسري. نمنع المنبع، نقطع الطريق على الطلاق. الطلاق ده بيؤثر في نفسية الأولاد. يطلع الولد ولا عارف يروح لأمه ولا عارف يروح لأبوه ولا عارف يحب أهل أبوه ولا يحب أهل أمه، والأسرة بتتفكك. طب النهاردة الأنانية تعمل إيه؟ سواء كانت أنانية رجل أو أنانية أنثى. ألو؟ أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذ محمد من المنوفية، اتفضل. أهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. أنا سعادتك عايز بس أنوه لحاجة بسيطة بس. اتفضل. قدرنا نشوف البنت ديت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والأخت اللي كانت موجودة في معمل التحليل قدرت تشوف البنت ديت عن طريق الكاميرا. فأنا بقول يا ريت زي ما رئيس الجمهورية قال إن إحنا المفروض في كل بيت يبقى فيه كاميرا، في كل شارع يبقى فيه كاميرا. ده جميل. هتسهل لنا الموضوع كله. يعني البيت الإنسان بيكلف بيت ب 500 600 ألف ومليون جنيه، واستخسر يحط كاميرا عشان تبين اللي بيحصل، اي جريمه بتقدر تتوصلها عن طريق الكاميرا. طب انت تتفق معايا ان الخلل في اولاد الشوارع هو خلل اسري اصلا؟ ده في الاساس. ده في الاساس. ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا كان رب الاسره ساب البنت ديت وساب اهلها كده لا في نفقه، وانت شايف المحاكم وشايف المكتظه بالطلاقات كل يوم، ومفيش حد، مفيش احكام بتتنفذ اصلا. فلازم يجي اطفال الشوارع. الحاجه الثانيه، فين دور المجتمع المدني؟ تمام. فين دور وزاره التضامن الاجتماعي اللي هي يبقى فيه ناس مندوبين مدنيين يحاولوا يستقطبوا اطفال الشوارع دولت ويحاولوا رعايتهم ويتفاعل حد كده؟ كفايه حد كده. متشكرين يا استاذ محمد، متشكرين. الو؟ متشكرين. طيب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في رسالة واضحة من برنامج ضد الفوضى بقول أعظم مرأة في التاريخ هي الأم. أمي وأمهاتنا. لو الزوجة عملت الزوج زي ما بتعامل أولادها، ما بتغفر له، بتغفر لأولادها الأخطاء وبتسامحهم وبتطبطب عليهم، الأسرة هتستمر وهننجح. وعشان كده كان زمان أمهاتنا الطيبين بتوع زمان، مش بتوع الواي فاي خد بالك والآيفون
بس النهارده الستات الايفون والواي فاي واحدث موديلات، والله تبقى ست فقيره مش لاقيه تاكل، والله مش لاقيين ياكلوا، وتقول له الواي فاي مش شغال، انا هقعد في البيت اعمل ايه؟ تقعدي تعملي ايه؟ الو، السلام عليكم يا فندم. منور الدنيا الاستاذ نبيل. نبيل اسماعيل. استاذ نبيل من المملكه العربيه السعوديه، تشرفنا بحضرتك. لنا الشرف بحضرتك يا فندم، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويحفظك من كل سوء اولا. يا رب. وانا بشكرك على اهتمامك والحلقه. اتفضل. اتمنى من الله تعالى ان احنا نقفل صفحه الاخ المريض المتحرش، لان دي اساءه لنا في المجتمع العربي، وانا عايش مغترب في الدول العربيه. تمام. والحاسه دي بتحصل يوم واثنين وثلاثه واربعه كل ساعه وكل ساعتين. ولكن الاعلام والقمر سلطت عليها. الراجل ده مريض وانا مش بدافع عنه. ده مريض والله، وفي حالات كتير جدا ما بتظهرش في الاعلام. ربنا يجازيك عنا كل خير. انا متشكر. بالنسبه للتفكك الاسري، اتفضل معاك. لو رجعنا للمجتمع الطيب اللي حضرتك منه وانا منه، المجتمع الريفي، ايوه، هتلاقي الحل بسيط جدا حضرتك. لو في كبير في العيله وليه كلمه، مش هيبقى في تفكك اسري. البنت اذا كانت على حق او على خطا، الراجل اذا كان على حق او على الخطا، وفي كبير عيله، مش هيبقى في تفكك اسري. وانا معاك وبايدك ان احنا يكون عندنا جمعيه وطنيه عالميه لضعف الراجل. في راجل مظلوم وراجل ضعيف ومش عارف ياخد حقه ومش عارف يشوف بنته ولا يشوف ابنه. صحيح. ده موجود في المجتمع. وفي راجل ظالم مش عارف يدي بنته لامها ساعه ساعتين في اليوم. الظلم موجود بالطرفين. نرجع للسبب الرئيسي، ان احنا علاقتنا بربنا، نحسن علاقتنا بربنا، ويبقى في كبير في البيت. لو في كبير في البيت، والله 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 ما يبقى في مشاكل. وربنا يبارك في عمرك ويسعدك. وانا سعيد جدا بصفح صوت حضرتك. تقرا لنا الفاتحه عند سيدنا النبي بقى. بامر الله تعالى يا حبيبي. بقى انت تستاهل كل خير. شكر لحضرتك. كان معانا الاستاذ نبيل من المملكه العربيه السعوديه. متشكرين يا استاذ نبيل على المداخله الجميله بتاعت حضرتك. في رساله اقولها لكم. لما تلاقي حد طيب وجدع في حياتك، اوعى تفرط فيه. اوعى تفرط في جدع قابلته، او راجل جدع قابلته، او حد جدع قابلته، سواء رجل او ست. ليه؟ علشان العملة دي بقت صعبة، نادرة، بقت عملة نادرة، بقى زمن المصالح. وثق علاقتك بأمك وأبوك قوي، محدش هيحبك قدهم، ولا حد هيخاف عليك زي امك وابوك، صدقني، ولا حد عينه هتدمع عليك زي امك وابوك. يا رب تحفظ امهاتنا وابائنا في الدنيا كلها، واللي توفاهم الله يا رب ترحمهم وتطيب التراب اللي هم فيه. عشان كده محتاجين نحافظ على الأسر بتاعتنا يا جماعة، مش بالقوانين. أنا معاك القانون ساعات بيلجم العلاقة، ولكن معانا اتصال. أستاذ أيمن من القاهرة، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. دلوقتي حضرتك أنت بتتكلموا على الراجل اللي هو مثلا مختلع، يعني اللي هو إيه؟ أنا مش سامع حضرتك، اتفضل. بقول لك حضرتك دلوقتي، هو ده عامة يعني الشخص اللي عمل حاجة، الواقع اللي حصل دي، تمام؟ مريض نفسيا. ماشي. اللي بعده بقى، اللي بعده، خلينا في التفكك الأسري. أنت أخبار أسرتك إيه؟ يا فندم التفكك الأسري يا فندم بيجي من الوحدة وبيجي من البيئة اللي إحنا عايشين فيها. أنت شغال إيه يا أستاذ أيمن؟ أنا حضرتك أنا أصلا وقتت في مطعم. مكفي بيتك؟ يا فندم الحمد لله تمام، بس يعني تفكك ده ثلاث ارباع اصلا بيجي من الحريم اصلا. طيب زوجتك يعني فيها مشاكل معاك ولا الدنيا كويسه؟ الحمد لله الدنيا كويسه، بس انا من الواقع اللي انا بشوفه، لان انا التعامل بتاعي كله مع العملاء، انا حضرتك اللي انا بشوفه قدام عيني الواقع اللي احنا عايشين فيه حاليا دلوقتي. الحل فين يا استاذ ايمن؟ هو الحل حضرتك دلوقتي يعني ان احنا نحاول حتى نرجع زي الاول شويه. يعني الحل يعني مش في القوانين ولا الحل في بيوتنا يا فندم؟ الحل في القوانين انه كل يوم والتاني عاملين بيعدلوا في قانون الاسره. فين هو الكلام ده كله؟
فين هو الكلام ده كله ان هم كل يوم وتاني عاملين يعني عاملين نازلين تعديلات في قانون التحويلي او الاحوال الشخصيه. فين بقى حق الطفله وحق الطفله اللي بيطلع هنا مثلا بين الاب وبين الام وبين أيوة الكلام ده كله؟ حق الطفله جميل قوي الجمله دي جميله يا استاذ ايمن، هقف معاها هقف معاها. فين حق الطفله وحق الطفل حضرتك؟ وفين الام حضرتك دلوقتي؟ يعني زمان مثلا ما كانش فيه ام مثلا تسيب بنتها عندها سنتين ثلاثة أربعة خمسة تنزل الشارع. حضرتك تعالى دلوقتي اتفرج دلوقتي على المنظر اللي انت عارف يا استاذ ايمن. استاذ ايمن وانت معايا على الهوا، افاجئك بحاجه ما حدش قالها. قول يا فندم. البنت اللي كانت بتبيع المناديل في الميدان دي عارف كانت واقفه مع مين يا فندم؟ بغض النظر كانت واقفه مع امها، وامها اكيد عملت كده عشان ابوها ما بيصرفش او عشان ظروفهم الماديه صعبه. طب فين بقى القانون بتاع الاحوال الشخصيه اللي هو عمال بيعدي فيها واللي الدوله عماله بتعدي فيها حضرتك؟ فين بقى القانون بتاع الاحوال الشخصيه حضرتك؟ ما هو طيب انا وانت حضرتك معايا برضو انت حضرتك معايا. استاذ ايمن استاذ ايمن ممكن تسمعني ثواني بس؟ من ضمن الحاجات برضو يا جماعه اللي انا عرفتها ان المجلس القومي للمراه مشكورا وانا بحييه الامومه والطفوله هو اللي حرك الدعوه ضد هذا الشخص الذي اساء لنفسه سواء بقى كان مريض مش مريض ما يعنينيش، انا يعنيني حاجه واحده، ليه نوقف بناتنا الصغيرين في الشارع؟ ليه نسيب هذا المنظر؟ ليه الشرطه المصريه المحترمه اللي هاجمت هذه الاوقار وهاجمت هؤلاء المتحرشين ليه ما يمنعوش هذا؟ يمنعوه من الشارع، اقفل المنبع، ما تخليش طفل واحد واقف في الشارع بيبيع مناديل او بيظهر بمظهر غير لائق، ياخدوهم يحطوهم في الـ انا اسف لو هم ما لهمش اسر يروحوا الملاجئ او رعايه الاطفال او المؤسسات اللي بترعى هؤلاء. ما ينفعش يا جماعه، دي مسألة مهمة جدا للمجتمع المدني. أنا بوجه رسالة، فين المجتمع المدني اللي كل شوية يقول لنا اتبرعوا اتبرعوا؟ اتبرعنا، الناس كلها اتبرعت، أنتم سايبين الأطفال دي في الشارع ليه؟ حاجة تزعل. فاقفل المنبع، تقفل الحنفية، مش هتنزل حاجة منها. خلي الأطفال دي يروحوا أماكن رعاية كويسة، واللي يتمسك بعد كده يتحط ما يخرجش. النيابة النهاردة للأسف هي طبعا بتنفذ صحيح القانون، بيتمسك الطفل المتسول ده ويتم تسليمه لأمه أو لأبوه اللي هو في الأصل مسرحه، اللي هو في الأصل، ولازم معاقبة الأب والأم اللي يسرح طفل صغير في الشارع يتسول. شفت المنظر ايه اللي حصل؟ طب ده احنا شفناه، ده الكاميرا جابته والبت اتسطرت. الا بالمناسبه عايز اقول لكم على حاجه، ربنا ما بيكشفش ستره عن حد الا لما يكون الحد ده تطاول وما بقاش عنده حياء من ربنا. خلي بالك من الحته دي، ربنا لا يكشف ستره عن حد الا لما يكون الشخص ده تطاول، وهو اللي تطاول وهتك ستر نفسه ما بقاش عنده حياء من ربنا. لان خلي بالك ربنا بيستر مرة واثنين وتلاتة وعشرة وعشرين وخمسين ومية الى ما لا نهاية، الا لو ما لقاش في قلبك حياء منه يكشف سترك. يا رب ما تكشف سترك عنا، يا رب يا رب ما ترفع غطاء سترك عنا وتحافظ علينا وولادنا وأبهاتنا أبائنا وأمهاتنا وإخواتنا، وترحم شهدائنا وتحافظ علينا وتبارك في بلدنا. وأشوفكم يا رب عاليين طيبين بتحبوا بعض، ما أشوفش أسر زعلانة ولا أشوف حد زعلان، أشوف في وشوشكم البهجة والضحكة والفرحة، أشوف أطفالك فرحانين بيحبوكي ويحبوا ترابك، ما يقفوش ابدا على رصيف يبيعوا مناديل. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير في اجمل ليله واحلى ليله واعظم ليله. يا رب تجبر خاطرنا
زي ما جبرت خاطر سيدنا النبي في الليلة الكريمة وتجبر خاطر كل واحد ليه حاجة عندك يا رب. وصلى اللهم وسلم وبارك على أفضل وأعظم مبعوث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.